ما فجروا نحن بدنا حق دم ضحيانا وما حنسكت لو شو ما كان. انا ملفي تحت ايد ما تحت ايد القاضي بيطار، هو القاضي بيطار يلي بيشيل مذكره التوقيف وهو اللي بيحط مذكره التوقيف. نحن مذكرينا مش محاكمتين. نهار الخميس الماضي كان في لنا لقاء بنائب المحامين، عرفنا وقت من الاعلام انه القاضي صبوح سليمان وقف مفعول مذكره التوقيف حق يوسف فنيانوس، ورجعت بين انه القاضي عماد قبلين بس رجت هالخبريه كمان من 3 أشهر أو 4 أشهر قبل ما يتقاعد وقف مفعولها بحق علي حسن خليل، فالنيابه العامه اخذت الدور محامي الدفاع عن متهمين بقضيه المرفق بغض النظر اذا هن مذنبين او لا، بس هن هلا متهمين في بحقهم مذكرات توقيف. فعيانا نحن وقف الثلاثه، ثاني نهار بيطلع القاضي رياض طوق بيحكي عن معلومات انه في تحويل 196 الف دولار للقاضي صبوح سليمان على سويسرا. انا رحت لوثق انه معي مستند يدين القاضي بجرم، ما بعرف اذا جرم، يمكن منه جرم حول بالقانون، ولكن شيء غير اخلاقي. جرم اكيد بيوقع على مصرف الاعتماد اللبناني يلي حول اموال المودعين على قضاة نافذين، حول مصاري لقاضي هو مسؤول ملف تبييض الاموال بالنيابه العامه التمييزيه. الحمد لله على السلامه. استدعاء اليوم الزميل رياض طوق فيها أكثر من مخالفة. أول شيء خلينا نحطها بإطار العام، هي قضية تتعلق بنسف قضية مسار التحقيق بقضية المرفق وقتله ودفنه بالكامل، يعني من بعد ما وقفنا التحقيق ووقفنا القاضي اللي عم يحكي عن التحقيق وطلعنا المطلوبين وعم نوقف ملاحقة المطلوبين الآخرين وعم نلحق الأهل، اليوم عم نلحق الصحفيين اللي عم يحكوا بالقضية، ومن هون بتجي قضية رياض طوق. هذا المستند كان بدي اياه يتدون وينحط بمحضر رسمي وهذا ما حصل، وثبتنا انه هناك تهريب اموال وجربنا نلاقي رابطه سببيه بين تهريب الاموال وهذا الخراب الذي يحصل يوميا من قبل النيابه العامه بملف انفجار مرفق بيروت، انفجار المرفق.